مشاهدينا نحييكم من جديد. العدوان على سوريا بين المحتجين والغاضبين وبين المؤيدين بشعار قشة ونتعلق بيها، هل يمكن التعلق بقشة الصواريخ الأمريكية والقنابل الأمريكية؟ هنكمل معاكم النقاش. هاخد تعليق في البداية الفنانة الكبيرة رغدة. رغدة أهلا بيكي. اهلا اهلا، مساء الخير عليك. يا مساء الخير، اهلا بيك، اتفضلي اتفضلي. مش عارف انا ابتدي منين يعني، بس الحقيقه اتمنى عدم المقاطعه، واتمنى ضيوفك ضيوفك انت مش ضيوفي، اتمنى انهم يلتزموا الصمت الى ان اكمل مداخلتي. اتفضلي. من غير اي مقاطعه. اتفضلي. مبدئيا انا بشكر طبعا يعني المداخلات يعني اللي حصلت من بعض المصريين، وتحيه كبيره جدا جدا للشعب المصري اللي وعى بعد كل السنين ديت، وعى تماما لما هو حقيقي وحاصل، حتى لو كره من هو يصدر الشاشات ويحاول أن يغيب الحقيقة. اعذرني وأرجو أنك ما تقاطعنيش برضو. فضل. أنا لا أنتقص من قدر حضرتك واحترامي ليك يا وائل، بس بودي أن أشير إلى أن هكذا ملف كان بحاجة، مع احترامي لكل المعدين، ودراسة وتمحيص وقراءة واسعة لما يحدث في المشهد السوري ككل، الدولي والمحلي والإقليمي قصدي. وكان حاجة بسيطة جدا، كان ممكن سهلة قوي قوي قوي. يعني أنا كان أيام ما كنت بقدم صالون في برنامج في بعض المحطات الفضائية، كنت بروح بقعد مع الضيف بالأسابيع علشان أستخلص بعض الأشياء من أو ما بين السطور عشان يكمل لقائي على الشاشة معاه بشكل واضح. فما بالك في ملف مرعب، ملف يعني واسع جدا. كان ممكن سهل قوي يا وائل انه معد واحد ينزل لسوريا وهي ساعة وربع ويقعد على الأرض يكتشف الحقيقة هناك. دي حاجة. الحاجة الثانية يعني كان ممكن برضو، يعني انا بستغرب ليه الإصرار على مع احترامي لكل ظروفك استضافة طرف واحد. الحيادية مهمة جدا، الحيادية انك تستضيف الطرف الاخر حتى لو كان يعني مش عارفة اقول لك تعرف كان ايه، يعني كان صاحب حق. يعني بعدين سؤال يا وائل، انا طب خلينا ندخل في الموضوع. ملاحظاتك يعني معلش مهم قوي عشان خاطري مره ما تقاطعنيش. اتفضل. انا عايز اسال الفضائيات او بعض الفضائيات، لو انا النهارده الملف المصري استضاف او في شاشات المعنيه في دمشق البرادعي ولا ايمن نور ولا اي من هؤلاء يعني كان هيبقى الوضع ايه؟ كان هيبقى الوضع ايه؟ اتمنى ان فعلا تكون منصتك لاصوات سوريه حقيقيه حتى لو كانت معارضه. انا مش عارفه، مع احترامي للموجودين واظن انها معنيه بشكل او باخر بعد رحله طويله جدا. خلينا ما نقللش، بس من خلينا نناقش وجهات نظرهم. يا انا مش بقلل من احترام اي حد، بالعكس بمسي عليهم جميعا، بمسي عليهم. و انا مش سامعك كويس. انا بس عايز ادخل في عمق الموضوع بقى. انت شايفه حد ذاته تأكيد للصوره الحقيقيه وائل، إذا كانوا فعلا من المعارضين الفعالين وكان ليهم اسمعني بس، كان ليهم مناطق زي ما كانوا بيسموها محررة ما شفناهمش فيها ليه؟ يعني أنا واحدة من البشر أو المواطنين العرب السوريين اللي نزلت على خطوط النار، وأنت عارف كده كويس، وأحمل من الملفات لأكثر من 20 ساعة فيديو
في على على يعني اجزاء واسعه جدا من الخريطه السوريه ونزلت على خطوط النار. طيب كان عندهم مناطق اولا زي ما كانوا يسموها محرره وهي مناطق سوريه الحقيقه، كان نفسي اشوفهم كانوا قلعين البيت الجميله اللي هم لابسينها وينزلوا هم يعدوا هناك. دي حاجه بس كنت حابه اخش بيها. برجع اقول علي هناخد تعليقات على عمار عمار وغيره من المواطنين الشرفاء المصريين اللي هم وعوا الحقيقه في الاخر، ومش عايزه اخش في مساله ولا جاي تعطينا درس خلينا ندخل في عمق الموضوع لو سمحتوا، انتوا موجودين في الاستوديو ردوا بعد كده زي ما عايزين. انت مو جايين نسمع منك درس اخلاق ولا جايين تعطينا بطولاتك، كل واحد له ظروفه. اذا عندك بطولات روحي ناقشيها ببيت اهلك يا اختي. ثاني شيء انت الشعب المصري عم تحكي عنه، بس الشعب المصري كمان لك مقاطع فيديو متقلعه فيه. لو سمحت ما هو يعني بيت اهلك، ما هو مش زي يعني ما انت بتعترض على لا، هي اهانت اكثر من مره جميع الحضور وساكتين، ولكن احنا جايين نناقش. انت قلت وجهه نظرك، ما انا هسمع تعليقك موضوع على موضوع الضربه الامريكيه. طيب ايه لازمتها تقعد تسمعنا؟ طيب هسمعها يا جماعه، هي على الهاتف هنسمعها وبعد كده هتعقد. استاذ وائل لو سمحت، نحن مالنا جايين نسمع درس في الوطنيه هون في هذه القناه. مدام رغدة اتفضلي اتفضلي. مش معنية بيهم. ممكن ممكن لو سمحت يلتزموا الصمت لغاية ما اخلص. مو على كيفك التزم الصمت. طب اتفضل لو سمحت بس هنسمع، انت ما كده اهدرنا الوقت. انا هاطرح طب اتفضل اتفضل. واسال وائل من فضلك من فضلك. فليلتزموا الصمت لغاية ما اخلص. اتفضل اتفضل. هقولهم على السريع يعني هحاول يعني ان انا طيب اتفضل. ملف واسع. أنا مش عايزة أخش إذا كانت ثورة سلمية زي ما بيقولوا أصلاً ثورة سلمية قامت من بدايات الأسبوع الأول بحرق أقسام الشرطة وحرق المقرات الحكومية و مش عايزة أقول إنه نضال جنود وهو أول شهيد يمارس في أول مشهد في الثورة السلمية اللي بتاعتهم قطعوه حياً على خلفية طائفية، مش عايزة أخش في المسألة دي. عايزة بس أرد. خلينا في العدوان على طول. عايزة أرد. لا 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 مش بس العدوان، عايز ابتدي بالعدوان بس قبلها هقول لك على السريع. كلمه حق تقال يعني في النهايه، وانا في النهايه برضو معنيه. بيقولوا عن حشود ايرانيه وحاجات مضخمه انه ايران دخلت في سوريا واحتلت. اليوم في يعني تبعت معد من عندك ترفع الاعلام الايرانيه والروسيه اليوم في مظاهره داخل الاراضي الدمشقيه. هذا يعتبر تدخل وهذا يعتبر اعتداء. اليوم لما اعلام اجنبيه ترفع داخل الاراضي السوريه وفي العاصمه دمشق. طيب هسمع تعليق. يعتبر هذا يعني قوات طيب داخليه وهذا يعتبر تدخل صريح. يا استاذ مولان بس يا جماعه كده مش هتقدر حتى يبقى عندك وقت للتعقيد. نسمعها وبعد كده احنا وصلنا 7 دقائق عم نسمع. طيب. حد هلا ما حكى معلومه ما في داعي للتعقيب اصلا تبعنا. طيب مدام رغده اتفضلي اتفضل. اشكرك وائل اشكرك. ده طبعا يعني وانه ما فيش سياده بقت سوريه وكلام غريب وعبيط وكلام ده عرفناه بشوفه انا على قناه الجزيره على فكره، فاتمنى انه ما اشوفوش هذا الكلام ما اشوفوش على قناه مصريه ومن خلال منصتك. طبعا الاعلام مبدئيا وجهه نظر واحده. طيب. هذا اللي تعودنا عليه يا جماعه لو سمحت مدام غرض، احنا موقفنا في مقدمه البرنامج بيكون واضحا، وانا بسالك بقول لك العدوان يعني توصيفي لما حدث بانه عدوان، انما الاستماع لوجهات نظر تانية مطلوب حتى يعني المشاهد تصل الصوره كامله يعني. اتفضل سمحت. اولا في شيء طبيعي في تحالف اسمه تحالف دول. انا مستمعك. لا اتفضل انا سامعك على طول، احنا سامعينك كده اتفضل. طيب طبيعي انه يكون في تحالف شرعي بين الدول الكبرى. سوريا عندها تحالف قديم جدا مع ايران ومع روسيا من وقت طويل جدا، ايه الجديد؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه روسيا ما دخلتش سوريا قبل 2015، يعني كانت الدوله السوريه بكل مؤسساتها بتقاوم لغايه 2015، فطبيعي انه يبقى ليها حلفاء يعضدوها ويقفوا مكانها. معها قصدي. اللي انا عايزه اقوله انه الاخ معلش انا اسفه جدا مع احترامي له اللي على شمالك، انا ببص الشاشه بس اشوف على شمالك.
كان من شوية بيقول إنه هو أكيد في صراع، وأنا قلت الكلام ده من بداية الأحداث في مارس مع توني خليفة. الصراع سيكون في سوريا، هذه ليست بثورة، الصراع سيكون في سوريا بين القوى الدولية الكبيرة. كويس، مش كلام جديد. طيب أنا عايزة أقول إنه أولا هو حضرته تفضل وقال إنه أمريكا تدخلت وضربت وشالت وحطت، وإنه عشان مش عارفة سبب غريب كده. عايز أقول إنه الجيش السوري اللي نصه تقريبا لنصه ايرانيين الجيش السوري هلا صار، لو سمحت بقايا الجيش السوري. طيب. الجيش السوري نصه انشق في البدايه والان. طيب. اليوم صار الجيش السوري اسمع وهتعقب. تفضلي يا مدام غانم. عندي فيديوهات هطلعها. طلعيها على الاعلام المصري ويشوفها الاعلام ويشوفها الشعب المصري من كافه اقطار الجمهورية العربية السورية. هو جيش عربي سوري من كل الأطياف، مش موضوعي ده. من فضلك يا وائل، أنا مش عايزة مقاطعات تانية لأنه ممكن أتوه. طيب أنا بس هو تحديدا هم يعتبرون إن سوريا أصبحت بلا سيادة، وبالتالي هنا محدش يكلمنا عن اعتداءات أجنبية. بيعتبروا إن كما تعبث روسيا تعبث امريكا. انا بقول لك ملخص اللي قالوه عشان بس اذكرك يعني. جميع انواع العبث، سواء العبث الامريكي، نحن ضد العبث الامريكي وضد العبث الروسي. طيب. نحن لا نبرر العبث الروسي ونستنكر اسمع الأمريكي. بس اسمع عشان تعقب بعد كده. اتفضلي. قول للشاب ما اعرفش اسمه حضرته ايه، الدكتور ملهم يمينك، قول له يستنى شويه اكمل بس فكرتي. اكمل صاروا 12 دقيقه هلا ما سمعنا ولا كلمه مفيده يعني. اخر الليل الناس نعست ونرجع على بيوتنا بعد كده، فخلصي علينا بقى. اصل ما هي الطريقه ده احنا بنقدر يعني، لو هنسمع عشان ما نسمع وبعد كده تعقب. لو في ثمره كنا سكت. طيب يعني اتفضلي. اللي قبله كلها ساكتين، ما حكينا شيء. ما حكيت شيء مشربات. اسمع يا رفاق، هاي بظهر الاسلوب تبعي بلشت بالاسلوب تبعي. اتفضلي. الدولة السورية بتحالفها الرسمي مع الروس ما كانوش بحاجة لأنهم يضربوا أي كيماوي وهو جيش منتصر already. أنا آمن. كانوا بيحكوا عن الغوطة. اسمح لي أسأل الراجل اللي على شمال اللي لابس بدلة بيضة وهو دوماني، بيقول لك أنا من دوما. أنا نفسي أوجه له كم سؤال. الأستاذ تيسير نجار اللي بعديه، ما اعرفش هو مين. هو اللي من دوما الاستاذ سيسير. استاذ سيسير، انا عايز اسال حضرتك، بعد ما انا قلته انه الجيش السوري ما كانش وهو منتصر اوريدي ودحر كل الفصائل المتاسلمه الارهابيه اللي كانت موجوده في الغوطه، مش محتاج. طب طالما محتاج ليش صار له 7 سنوات ما له قدران يفوت الغوطه؟ يعني عندي افهم يعني ليش استعان بكل قوى الشر يعني. يا اختي هلا نحن استاذه وائل لو سمحتوا، نحن نحكي كثير على الموضوع الكيماوي. نحن هل اليوم مشكلتنا في سوريا موضوع الكيماوي؟ طيب. اليوم الجهه الوحيده اللي تم سجل سلاح سجل الطيران. بس الملاحظات دي علشان هي على الهاتف هتخلص وانا هدي لك حقك في التعقيب. تفضل يا تفضل. هذا عقاب الحكي السماع له عقاب صراحه. فضل. والله لو قاعدين درس مدرسه. استنى خد جنب كده، وسع كده على قول المصريين، خد عليك شوية. أنا نفسي أسأل الأستاذ سيسير، دوما وبمكانها في الغوطة، دمشق كانت القذائف بتنزل على المدنيين، وكم من ضحايا راح؟ كانت بتنزل منين؟ من الشعب المتألم الدوماني ولا من السيدة زينب بيجوا ومن قاسيون ومن أماكن تواجد الإيرانيين؟ أنا عايز أسأل جيش الإسلام اللي هو في دوما مين كان بيدعمه؟ وكان ولما هاجموا على عدرا العمالية، أقول له يسكت يا أستاذ وائل، لما هاجموا على قرية ومكان مسالم وأخذوا أسرى وعرضوهم في شوارع دوما في الأقصاص، كانت لمين
مين أهل دوما الطيبين الحلوين؟ أنا لست من أنصار جيش الإسلام ولا قبلت هذا الكلام اللي أنت عم تحكيه، وأنا أول من تكلم فيه وضد هذه التصرفات، لكن طيب. هذا لا يعني أنه النظام السوري كان طيب. ساكت. لو تعلق البعض رغدة بوضوح شديد، بعض الذين يؤيدون هذه الضربات وهذا العدوان يعتبرونه بمثابة طوق إنقاذ. خليني جاوبها بجملتين أستاذي. لمن يتم الاعتداء عليهم يعني. تفضل. وائل، أنا في البداية قلت يا ريت يطرق الملف وتابعوا الأحداث في على اليوتيوب، إزاي أهالي وموجودة على الفيديوهات طلعوا من الغوط أو تحديدا من دوما كانوا وفي فيديوهات على يا ريت كمان تفرجيهم الفيديوهات لما الناس عم يمسكوا وعم يجبروا يقول لا إله إلا بشار الأسد على الهواء هذا الشيء موثق بالفيديوهات. يا جماعة الصوت كده مش هسمع هسمع وأدي لك الحق في التعقيب يا جماعة، أديك المساحة. تفضلي. نبدأ إجابي مني. تفضلي يا غا بالك. أنا عايز أسأل الأخ من دوما، وفي النهاية كان في هناك مصالحات وكانوا طلعوا أهل دوما اللي بيقولك مهجرين إلى أن تعود مدنهم ودخلها الجيش السوري وبيعيد تأهيلها عشان يرجعوا لها تاني. كان لدى قلته وثبته كانوا سجن التوبة ده اللي كانوا قتلوا فيه ناس الجيش الإسلامي المدعوم من الخليج، وهو معروف مدعوم تحديدا من السعودية، واخد بالك اللي بيقول لك الغريب يتعلق بقشة، إذا كانت السعودية قشة فهذا الموضوع تاني مش عارفة أقول لك إيه. خليني جاوبها. طيب خليكي معايا كده هسمع بس ثلاث تعليقات وأنت معايا. أستاذ تيسير بسرعة اتفضل. الإجابة شو قالوا أعضاء المصالحة الروس للوفد اللي عم يفاوض عن دوما، الوفد الأهالي؟ قال لهم سنقصف بالكيماوي ما قدرنا على طول، كل يوم بنقصفكم. فين اللي اوثق ده ازاي؟ وكيف بدنا نوثقه؟ يعني الكلام الشفهي بقدر اوثقه؟ طب ما هو الكلام سالي يا استاذي. هذا يعني الكلام اوثق ازاي ان اذا ما بده يكون هدد بالفعل بقصف الناس بالكيماوي في ضربه حصلت بدوما؟ يعني خليك ما بدك تسمع جوابي. ما انا بسمع بس بسالك علشان لا تسالني، هي سالت بدي جاوبها. انا سالتها بقى. الوفد الروسي قال نحن ما في مين يحاسبنا، نحن بنقصف كيماوي كل يوم، اما بتسلموا او انه بنضل نقصفكم كل يوم. شو بتقول لهم؟ وفعلا ما حدا بيقدر يوقف بوش الروس حسب ما شايفين، الناس محاصرين عم يموتوا جوع، ما في علاج. طيب. تعليقك بسرعه عشان طيب. نحن دائما مشكلتنا هلا عم نناقش نحن الضربات الامريكيه، هل مشكله سوريا هي الضربات الكيماوية؟ هل الشعب السوري لم يموت سوى بالضربات الكيماوية؟ اليوم سيدي الكريم أكثر من 50% من البنية التحتية تهدمت بفعل الطيران، لا المعارضة ولا جيش الإسلام ولا داعش ولا جبهة النصرة ولا أي جهة معادية تمتلك سلاح الطيران. الجهة الوحيدة التي تمتلك سلاح الطيران والتي هدمت ما يزيد عن 50% من البنية التحتية هو النظام السوري. يعني كل اللاعبين على الساحة من يمتلك الطيران؟ من يمتلك الطيران؟ تعقيب. داعش والنصرة ليس لهم طيب. علاقة لا بالثورة ولا بس خلينا في طيب. قضيتنا كيف تتحول الصواريخ الأمريكية إلى طوق إنقاذ أي وطني مخلص هيتعامل مع هذه الاعتداءات بلعنتها أولا، وبعد كده ممكن تتكلم سيد لكن الكريم. أنتم لا تلعنونها ولا تدينونها. الضربات الأمريكية أنا ذكرت في كلامي أن الضربات الأمريكية ضربات عبثية، ونحن ضد أي ضربات وأي توجه أو أي تدخل خارجي، هذا ما ذكرناه. ولكن ما هو الفرق بيننا وبينهم؟ نحن نقول نحن ندين جميع أشكال التدخل الروسي والأمريكي والإيراني. طيب. هم يبررون طيب. التدخل من وجهة نظرهم. تعليقك بسرعة محسن، وهأخذ تعقيد من غغدة على ده في الآخر. تفضل. نحن الحقيقة نسيانين شغلة كتير مهمة، مطلعين الشعب السوري برا بشكل كامل بكل الحوار. الشعب السوري شو بده؟ هذا السؤال. يعني السؤال مو أهمية الضربة، ما نحن أدنا الضربة من البداية، أنا واحد من الناس اللي أدان الضربة إنما الشعب السوري اليوم بحاجة لحالة استقرار. هل الدول التي تضرب أو تناوئ أو هي متعاطفة مع النظام السوري تسعى لمصلحة الشعب السوري؟ وين يعني المصلحة؟ الإجابة بالتأكيد لا. إذن الذين نفذوا هذا العدوان بالضبط
يعني بالضبط. يعني ما يعني لا لا مش بالضبط. هدفهم هو ان يحنوا على الشعب السوري. اذا الشعب السوري بحاجه لالتقاط الانفاس، ايقاف القتل، طيب. اراده دوليه صادقه. رغده تعليق اخير حتى على يدخل في مسار حل السياسه. تعليق اخير على تعقيباتهم اتفضل. تعليق اخير لو سمحت بس اقفل الصوت عن بيشوشروا علي يا وائل. طب اتفضلي، ما فيش حد بيشوشر، خلاص انا قدامي ثواني يعني اتفضلي. لا لا معلش من فضلك مش عايزه، ما هم الشوشره ديت اللي انا قلتها اللي هم متفننين بيها. لو سمحت اتفضلي سمحت. بيحكي عن الشعب السوري، وانا سالته في الاول اتحداهم ينزلوا في اي ميدان سوري، اتحداهم ويمثلوا الشعب السوري، واخد بالك؟ دي نقطه. انا عندي دي، هي سالتكم سؤالا يعني سؤال. انتوا قلتوا انه تم تحرير مناطق، يعني لماذا لم تذهبوا اليها، الى هذه المناطق التي تم تحريرها من قبضه النظام السوري؟ يعني هي بتسال سؤالا مقنع، لماذا لم تذهبوا الى هذه المناطق؟ راح يذهبوا للسجون بدون عوده. انا شفناها، قلت انه تم تحريرها. يعني استاذ وائل هل اطلعت على جميع طيب. انشطتنا وتاريخنا؟ هل انت طيب. متاكد انه ما في ولا مره دخلت على المناطق المحرره؟ هي طيب. ايش حاليا موجوده في يعني انت ذهبت اليها وعودت؟ ذهبت اكثر طيب. من مره. رغده تفضل. لماذا هي استاذه رغده اليوم موجوده في مصر؟ ليش ما حضرتها تروح على الشام وتريحنا من القصه كلها هي؟ طيب تفضلي. انا مش مهمتي رايحك، انا ما بعرفك، انا رايحه جايه طول الوقت على خطوط النار. انا رحت لفيت سوريا كلها بكل المواقع وقرى الشهداء، ورحت وتفاعلت هناك في الميادين، ورحت حلب. انت كنت فين؟ انا ما اعرفكش انت مين. انا ما بتعرفيني. لا تدخل الامور الشخصيه. انا عايز اقفل. انا عايز خطوط النار، يعني ما صدفت لها شيء. طيب اسمعها بس يا جماعه في التعقيد. اتفضلي. على انه الضربه الامريكيه، احنا مش مع، احنا اصلي مش عارف ايه. كل من يقف في خندق المعارضه الخارجيه ويقف ويهلل الضربه على بلاده فهو كمل من عندك. وكل من يقف مع طيب. مع التدخل طيب. الروسي بشكركم جميعا. البعض ممكن يتعامل طب مع هذه القضيه بمصطلحات الخزي والعار والخيانه، كل ده الحقيقه ما فيش شك، احنا يعني كان موقفنا واضحا، نسمي ما حدث عدوانا يعني ونعتبره اعتداء، لكن من المهم جدا ان نستمع لكل وجهات نظر اللي استمعنا اليها، وهنكمل معاكم النقاش في هذه القضيه. اعتقد ان سوريا ستظل عنوانا اساسيا لافكار وقضايا مختلفه في الساعات القادمه. اعتقد ان القضيه لم تنتهي بضربات تم توجيهها، لكن في تداعيات ستعقب ذلك، هنتابعها معاكم وهنناقشها معاكم ان شاء الله. بشكركم كل ضيوفي، وغدا ان شاء الله نكون معاكم في حلقه جديده.